الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية في الساعات الأولى من اليوم، مضيفا أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية. من جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن العاصمة مهددة بهجوم من الصواريخ الباليستية. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في 5 مدن رئيسية إن مدنهم أيضا تواجه هجوما صاروخيا كبيرا تشنه موسكو.